اهلا ابو شاد. احنا من جايين نزعجكم بس حابين تشرفونا على عروس امان. بس الواجب واجب. يسلموا ايديك. زين بعدنا عم نوزع المكاتيب. بعد لنا بس 340 مكتوب. مجبورين بيت بيت على الطريق النصراوي. يا ريتك معنا هون. عليك ساكن مع سلمان؟ اسمها ندى يابا. كيف امريكا؟ ايطاليا. يلا بين ماشي. ابوك حكى لنا انه عم بفكر ترجع مزبوط؟ لهون؟ اها. لا. في مستشفيات كثير منيحه هون. انا اركيتكت. يعني مهندس عمار؟ يعني هو بفكرني دكتور. يعني كذبت عليه. انت بتعرف ابو رامي. ضلوا يحكي عنك، كثير رافع راسه فيك. لو ابوي كان يضل يحكي عني هيك. امي يمكن ما تجيش. انا هبلة كنت لازم اعرف من الاول. عرس بنتها، شو هالحكي هذا؟ مش هذا دائما احنا اخر ناس. جوزها عم بيموت. احلى عرس. شكرا بابا. كنت ساكن بعين المستوطنة. وانا يا ابي. مستحيل اعزمه عرس اختي. يابا هذا الزلمة شباك. اطلع على السيارة! أعند من أمك! مش السهرة ب 18؟ لا عم تمزحوا. وين عن الدنيا؟